سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه امبارح كلمة بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو، وقال سيادته أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. وقال كمان أن الثورة دي أسست الجمهورية الأولى للدولة وغيرت وجه الحياة بشكل جذري في مصر وفي المنطقة بشكل أكمل. تعالوا نستمع لكلمة السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، تحل اليوم الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية. شعب مصر العظيم، سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة 23 من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها. فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب. شعب مصر العظيم، إننا نصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة. لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع. ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية. فإنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبداً
الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات. ولقد بادت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة، شاهداً على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية، إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها. وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية. وفي الختام أتوجه إليكم جميعا مجددا بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان وتقدم، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لسه مستمرين في رصد كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وكتب سيادته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن هذه الذكرى ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها ونستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وأماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة. كمان السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وصفت يوم 23 يوليو بأنه يوم من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر. وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تمر اليوم ذكرى 23 من يوليو المجيدة التي نستلهم منها عبرة لحاضرنا، فقد كان هذا اليوم واحدا من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال. نروح لخبر آخر خاص بالمؤسسة أو القوات المسلحة، المؤسسة العسكرية، القوات البحرية تحديدا. نظمت زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر، وده كان أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلتها البحرية، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة. الأكاديمية الطبية العسكرية أعلنت عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة. امبارح برضو كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة اللي حدثت بالأمس، يمكن كان أبرزها تأكيد الاتحاد الأوروبي على تقديم كل أنواع الدعم للرئاسة المصرية أثناء قمة المناخ اللي هتحصل في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وكمان انطلاق الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية أول أغسطس، بالإضافة
لخبر من الأخبار الهامة، هو الإفراج عن 727 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل. تعالوا نتابع التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تصريحات سكرتير عام المفوضية الأوروبية إليزي جوهانسون اللي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. التصريحات دي كانت خلال اللقاء اللي عقد الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي مع المسؤولة الأوروبية. وامبارح أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، بدء إجراء الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس، وده لجميع طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة اللي انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني وقاموا بسداد الرسوم. امبارح قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان الخاصة بفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم اللي تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. كمان امبارح هيئة الدواء المصرية قالت إنها قامت بحملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلانية منذ بداية يوليو ولحد دلوقتي. الحملات تمت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وأسفرت عن ضبط 9 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر بقيمة 1,250,000 جنيه. أما بالنسبة لجولة المحافظات، امبارح كان في أخبار وأحداث كثيرة في المحافظات، وأبرزها هي رفع كفاءة وتطوير الممشى السياحي الشمالي القديم بسفاجة وتوقيع الكشف الطبي على 11,000 طفل من حديثي الولادة في المنيا، وكمان انطلاق مهرجان صيف بلدنا في بلطيم، وأخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير امبارح، أبرزها تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجة أعمال تطوير الممشى السياحي القديم بمنطقة الكيلو 8 لمتابعة الموقف التنفيذي لعملية رفع كفاءته وتطويره، والأعمال بتتضمن تطوير الممشى بعرض 12 متر وبطول 250 متر بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر سبتمبر اللي جاي. في كفر الشيخ انطلقت فعاليات مهرجان صيف بلدنا في قصر ثقافة كفر الشيخ بمصيف بلطيم، وتم تقديم عروض لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة، وفعاليات المهرجان هتستمر لمدة 4 أيام أسبوعياً وتنتهي يوم 26 أغسطس اللي جاي. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11,000 طفل حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر يونيو اللي فات، وفي الفترة من يناير لحد دلوقتي تم فحص أكثر من 72,000 طفل حديث الولادة. في أسوان أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة أنه تم تنظيم قافلة طبية خلال اليومين اللي فاتوا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم إجراء الكشف الطبي على 2400 مواطن، وقال إن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي. في كفر الشيخ قالت الدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة إن قصر ثقافة دسوق هيشهد الأسبوع اللي جاي افتتاح أول سينما في دسوق، ودي هتكون السينما الثانية اللي هيتم افتتاحها خلال 10 أيام بمحافظة كفر الشيخ. في أسيوط انطلق الفوج الأول لرحلات قطار الجنوب من محطة قطار أسيوط إلى الإسكندرية، الرحلات دي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة ضمن رحلات اعرف بلدك بمختلف محافظات الجمهورية للمرحلة العمرية من 14 ل 45 سنة. في الشرقية قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدل من 230 درجة.